السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين قناة حسنة شانيل، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتنا وقناتكم حسنة شانيل. اليوم جيتكم واحد الساندويتش اللي رائع جدا، كيجي جميل، كيجي بنين، وكيجي الخبز ديالو رطب وشيش، وبمقادير جد بسيطة موجودة في كل بيت. خليكم مع المقادير. عندي هنايا واحد 5 كؤوس ونصف ديال الفورص، عندي واحد الخمارة، عندي معلقة ممسوحة ديال الخميرة الفورية، عندي معلقة ديال السكر، وعندي معلقة صغيرة ديال الملحة، عندي واحد 1/4 كاس ديال الزيت، وعندي 2 كيسان ديال الما دافي لجمع العجين. خليكم مع خليكم معايا حتى نجمع ان شاء الله العجينة ديالي. هاد العجينة كتجي رائعة جدا، ما كتحتاج لا زيت لا والو. سمحوا لي على صوتي، راه ضربني البرد الايام، ساعات ضربني البرد انا وبنتي بجوجنا، ضربنا البرد مروحين بجوج. غادي نجمع هادشي، ما غاديش ندير الملح دابا حتى نخلط شويه هاد الفورص. الماء كيبقى على حساب الطحين، واش هو كيشرب الماء ولا ما كيشربش. الكاس الاول كنديروه دفعه واحده، والكاس الثاني كنديروه تدريجيا. العجينة خصها تجي رطبة، ما تجيش قاصحة. كيف ما كتشوفوا معايا انا العجينة ديالي هزت ليا غير كاس ونصف ديال الماء، ولا 2 كيسان قل ربع ديال الماء. انا غادي نديرها فوق من سطح العمل باش غادي نديها ونجيبها مزيان حتى يدخلوا لي العناصر كاملين مع بعضياتهم، وغادي ان شاء الله نرجع معكم. هذا هو العجين ديالي بعد ما ديتو، جبتو غير شي شويه، غير واحد 5 دقائق حتى دخلوا لي كاع المكونات بعضياتهم. غادي دابا نديرو نطيبي بلاستيك غذائي، وغادي نخليه يختمر، وغندوز باش نوجد معكم ان شاء الله الحشوة اللي غادي نعمرو بها هاد الساندويتش ديالنا. حشوة بسيطة موجودة في كل بيت، انا غادي نعمرو بالخضرة. اللي ما تياكلوش ليها هكا وليداتو الخضرة، تيبغيو شي ياكلو مثلا القرعة ولا كيسول، هذا يديروا ليهم بها الطريقه، غادي يعجبهم غيولوا مكملين عليه. انا غادي نغطي العجين ديالي، غادي نخليه يختمر، وغادي ندوز معكم ان شاء الله باش نوجدوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها هذا الساندويتش ديالنا. المهم رجعت معكم بعد ما وجدت الخضره ديالي، وجدت داكشي اللي غادي ندير به الحشوه. انا هنايا عندي بصله مشلضه، وعندي 3 الفصوص ديال الثوم، اللي عنده الثوم بودره من الاحسن، انا ما متوفرش عندي، درت غير الثوم طري. درت الزيت، عندي هنايا 2 قرعات محكوكين، 2 خزوات، عندي الزيتون، وغادي ندير الطون. المهم غادي نخلي حتى تشحر ليا هاد البصله والثومه يطيحوا ليا شي شويه، عاد ان شاء الله غادي نزيد
القرعه وخيصو حتى يبداو يطيحوا ليا شويه، عاد غادي ان شاء الله ندير التوابل. خليكم معايا ان شاء الله. المهم انا غادي نشحر البصله ديالي مزيان حتى تبان ليا طاحت، وغادي ان شاء الله نرجع معاكم. انا هنا بعد ما طاحت ليا البصله ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، غادي دابا نزيد القرعه مزيان حاجات مزيان. انا ديالهم على نار مهيلة، غادي نقطع عليهم ونخليهم غير على ما يطيح ليا خيزو القرعة شي شوية، غادي نرجع معاكم باش غادي ان شاء الله ندير لهم التوابل ديال اللي غادي نرفق بهم هاد الخضر. كما كتشوفوا معايا هنايا، انا بعد ما طاحت ليا هذيك الخضرة ديالي هكا، غادي نزيد العطريه ندير شويه ديال الخرقوم او الكركم. ندير الابزار سكين شبير، فلفلة حمراء، أنا غادي ندير واحد نص معلقة ديال الهريسة اختيارية، اللي بغا يديرها يديرها واللي مبغاش يديرها ميديرهاش. ندير الزبور والمكنوس نزيد الزيتون، الزيتون تا هو كيعطي واحد الحموضة لهاد الحشوة، كتجي تبارك الله غزالة. المهم أنا غادي نخليه غير واحد خمسة دقايق وغادي إن شاء الله نرجع معاكم. كيف ما كتشوفوا معايا أنا الحشوة ديالي صافي دابا وجدات، كيما كتشوفو ناشفه ها مفيهاش كاع الماء، الخضرة كاع نشفات داك الماء ديالها. دابا غادي نطفي عليها البوطة وغادي نزيد واحد العلبة ديال الطون
الحشوه كتبقى اختياريه، اللي بغى يدير الكفته يديرها، اللي بغى يدير الدجاج غادي نزيد الفرماج حمر اختياري، اللي عنده يديرو اللي ما عندوش ما يديروش. صدقوني هاد الحشوه كتجي رائعه وكتجي بنينه، واخا نبقى نقول لكم واخا نشكرها لكم ما غاديش نبين لكم المذاق ديالها حتى تجربوها ان شاء الله، وردوا عليا في التعاليق. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفات اللي كنقدم لكم في القناه ديالي، دابا غادي نخلي الحشوه ديالي تبرد ونرجع معكم ان شاء الله باش غادي نشكلوا السندويشات ديالنا. المهم رجعت معكم بعد ما ختمت العجين ديالي، هي العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا ختمرات. دابا غادي ان شاء الله نخرج من هذا الهواء اللي فيها وغادي نشكلها كويرات صغار ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا معايا انا كنسرح العجينه ديالي على هذا الشكل هذا بعد ما شكلتها كويرات، كندير وسط منها الحشوه كنجمعها عادي بحال هكا، كنشد هكا كنجمع كنسرحها بلا زيت بلا والو باش العجينه تجمع معايا. بهذه الطريقه هذه كيجيو على هذا الشكل هذا، وغادي نديرها في الصينيه ديالي اللي انا دهنتها بالزيت. غادي نعاود معكم وحده اخرى كنشكلها بهذه الطريقه هذه، ما كنخليوش الحشوه تخرج لينا الجناب حيت الا خرجات ما كتبقاش تبغي العجينه تجمع على هذا الشكل هذا. انا غادي ان شاء الله نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكويرات اللي عندي وغادي ان شاء الله نرجع معكم. المهم رجعت معكم بعد ما كملت الخبيزات ديالي في العماره، دهنتهم بصفر ديال البيض وقطرات ديال الخل ودرت الارشيطه اللي هم زلجلان، هما راه تبارك الله دابا مع الحال سخون انا كنصيفيهم وهما خامرين على حقاش اصلا ديجا خمروا في الاول. انا دابا غادي نشعل الفران ديالي سخون غير على ما يسخن ليا الفران شي 5 دقائق ولا هكا وصافي، وغادي ندخلهم الفران ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. رجعت معكم بعد ما طابوا لي السندويشات ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا، كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. كيجيو غزالين كيف ما كتشوفوا معايا، ما كيجيو لا معجنين ولا حتى شي حاجه، كيجيو محلولين من الداخل كيجيو رطبين ومفشفشين. كنتمنى ان شاء الله الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش من لي لايك ومن شي كومونتير زوين، كنتمنى ان شاء الله اللي تفرج يخلي ليا كومونتير ويخلي ليا جيم الا كان كيعجبو المحتوى ديالي، واللي ما مابونيش عندي في القناه يتابونا ويدير يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. والمهم هنايا وصلت معكم لنهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله.